طبعا احنا منطقتنا من اهم المناطق بالعراق بصيد الطيور، لانه يعتبر خط هجره. منطقتنا تابعه لباديه السماوه. اكثر مشاكلنا هنا اللي توقع بالصيد يعني مكان وعر، اكثر جماعتنا اللي ندعمت سيارته وتفلشت واللي سيارته عطلت، مكان وعير ومكان تعبان. من اني وصغير مولع بموضوع السيجاره اللي هو جزء من تاريخنا وتراثنا العربي في مناطق الباديه. واليوم من باديه السماوه جنوب العراق راح نلتقي ويا السيجاره ونتعلم منهم شلون يطرحون الطير ويدربونه. يبدا موسم صيد الصقور تقريبا 1/10 وينتهي مع نهاية شهر 11، لكن ممكن تجينا بعض الطيور نهاية التاسع يعني 25/9 قبل 25/9 حسب الجو. تبدي تجينا أول مرة الجرانيص، بعدها تجي الفروخ، نستمر نقنص من 1/10 الحد يعني 20/11، ممكن نتأخر 25/11. نبدأ صباحنا دوارة صباحية تستمر للتسعة لما يبدي وقت الإحيام. من يبدي وقت الإحيام احنا النوب نتجه وين؟ للقطة، نتابع القطة، مسراح القطة نبقى متابعينه. ممكن الطير ينزل من الإحيام يصيد من القطة، أو ممكن ينزل للمي يورد. والله هذا يعتبر من أهم المكانات اللي صدنا بيها طير، هذا المكان إن شاء الله نحصل بيه. ها يعني هنا دائما موجودة الطيور؟ اي هذا المكان دائما كل سنة تحصل بيه صيد إن شاء الله. تقريبا كل سنة ايش كم طير تطرح؟ مو سوى يعني موسم الله يرزقنا نحصل بيه أكثر من صيدة، موسم صيدة واحدة، ممكن الله ما يرزقنا ما نحصل ولا صيدة. يمكن طير، يمكن طير الله شوف. والله بعيد ما واضح عندي شنو. قرب قرب لي تقرب. بس هو كشكل حلو كأنه ما طير. نتقرب عليه ونشوف. بلكي الله يا الله. شبش القطاية، شبش قطاية، حضر قطايتك. حضر قطايتك. حاضر. إيه هذا مو طير، هذا إحنا نسميه بالحقب. وبالحقب يشبه الطير بس هو مو طير. طبعا الطيور اللي تجينا مهاجرة أكثر شيء الشاهين، الطير الحر. الشاهين طبعا نوعين يجينا الشاهين البحري والشاهين الجبلي. الطيور بأنواعها توقع عندنا بمنطقتنا، الطير الأخضر، الأشقار، الأحمر. طبعا أسعار الطيور تختلف من طير إلى آخر، من قياس إلى آخر. سعر الطير يعتمد على قياسه، على لون الريشة، على مواصفات الطير، مثلا حجم الشيف، المنسار، قياس الطير، لون ريشته. من أكبر التحديات اللي يواجهونها الصقارة في مناطق الصيد هي وعورة الأرض وكثرة الكثبان الرملية. مشكلتنا بالصيد احنا هنا طبعا تكلفتنا البنزين، بنزين مسافة بعيدة، والمي المنطقة ما بيها مي، قليل ميها. فأكثر مشاكلنا هنا اللي توقع بالصيد يعني مكان وعر، أكثر جماعتنا اللي ندعمت سيارته وتفلشت واللي سيارته عطلت، مكان وعير ومكان تعبان. بعد مرحلة صيد الطير تبدي المرحلة الأهم والأصعب اللي هي تدريب الطير على الصيد، والمرحلة هاي كلش صعبة ومتعبة. طبعا مقناص الطير يراد له واحد متفرغ. ليش متفرغ؟ لان انت مقناصك يستمر من
5 الصبح بعد صلاة الصبح لحد المغرب، لحد صلاة المغرب فأحتاج لها واحد متفرغ، وطبعا هذا مستمر يوميا. طبعا المقناص متعب لكن هو بنفس الوقت ممتع بمتعة، خصوصا للشخص الهاوي اللي يحب البار يحب المقناص، هي متعة هي لذة ما يعرفها بس الشخص اللي يقنص. بعض الناس تلومنا تقول انتم ليش هيك طالعين تراب وحار وتعب، احنا ما نحس بحر ولا نحس بتعب، ليش؟ لان جايين نمارس هوايتنا، احنا هوايتنا هاي. الطيور لها انواع واحجام واطباع مختلفه، ممكن تلقى طيرين متشابهات بالشكل لكن تلقى طير واحد من عندهن جسر وواحد لا، وعلى هذا الاساس يتم تقييم سعر الطير. طبعا من افضل الطيور واغلاها ثمنا هو الجير، طبعا الجير مو اللي تفريخ، الجير الوحش هذا موجود بسيبيريا، موجود بكندا شمال كندا، طبعا هذا الصنف من الطيور ما يوصلنا احنا، اللي يوصلنا فقط الحر والشاهين. طبعا الحر ايضا طير ما شاء الله، يعني طير مرغوب من قبل الصقارة، وطير يتحمل الامراض، طير شجاع بالصيد، واسعاره تختلف حسب ريشته. مثلا الطير الاشقر سعره غالي، يوصل مرات احيانا الى 70 مليون 80 مليون عراقي. وعندك بعد الطير الاشقر بعده يجي الاحمر، الاحمر سعره اقل من الاشقر. طبعا هذا اذا ما قلنا انه فرضنا القياسات متساويه بين الاشقر وبين الاحمر، واقلها سعرا الطير الاخضر. بعده عندك يجينا الشاهين، الشاهين ايضا اسعارهن مختلفه حسب قياساتهن. طبعا القياسات بالشاهين كحد أقصى اللي شفناها ووقعت عندنا ونصادت أعلى قياس 16.5 تقريبا، هذا أعلى سعر. بس طبعا لون الريشة إلى دور بالسعر، حجم الشف، المنسار، هذين كلهن لهن تقييم بالسعر. واللي بعده يجي القياس الثاني اللي هو يكون ممكن 15-15.5-14، هذا يكون أقل سعر. والقياس الصغير اللي تبع احنا نسميها، وبعض يسميها كوبج، هاي تقريبا اقل الشاهين سعرا.